النظام العام، النظام العام، فرد النظام العام. يا قديمة الدعوة مروجة هنا والبشر غادي جاي ومحركة القضية، تبدلت شي حاجة؟ تبدلت والو. زيد واسمو كاين خر، قالك ضوابط حالة الطوارئ الصحية، هادي اللي كتعجبني بزاف. الباشا هو اللي كتب لك هذا القرار. وراه قلت لكم أنا تحديت وزير الداخلية، فين كنتو في الانتخابات الله يرحم الوالد؟ غير في الانتخابات فين كنتو؟ راه كان هاد التجمهور أكثر من هاد الشيء، راه كنهضر بالمعقول. راه كان التجمهور أكثر من هاد الشيء. راه والله ما كان زايدوا عليكم، رانا دخلنا حدنا راه أزيد من عام وحنا ساكتين. راه كنا كتبقوا حالة الطوارئ أكثر منكم، علاش؟ راه قلنا أمانة للتاريخ، ما بغيناش حقا إلا كانت هاد كورونا حقا وكتنتقل بهاد القوة، خوفنا نتسبوا تا حنا ويتسجل التاريخ أننا دعينا لشي تظاهر وشي كذا. راه كنا معقولين ومنطقيين لأن تا هادو شعبنا وولادنا وحنا عايشين فيه. راه ما كنجوش من المريخ وكندخلوا نديروا القصور نحرقوا، راه كنعيشوا وسط الوساطة الحباب. ولكن لما شفنا التناقضات أنا قلنا لا في الانتخاب أبنتم أنكم أنتم كسرتوا حالة الطوارئ. وزير الداخلية هذا السابق والجديد هو نيت كان يتفرج على حالة الطوارئ، كان يتفرج على أخ النوش هو كيدير أراءكم تهم الآلاف، كان يتفرج على العثماني كان يدير الحالة الانتخابية ديالو بالآلاف. لماذا الآن كتجي كتقول لي حالة الطوارئ؟ أراه لا يعقل، كنقولها دائما، أراه حالة الطوارئ الحباب، أراه أنتم كسرتوها. ما تكذبوش على الشعب تقولوا حالة الطوارئ، أراه ما كايناش هذه حالة الطوارئ عسكرية. إلا قلتها أنا نحترمها، شي إلا قلتي دابا كاين حالة الطوارئ عسكرية ندخل داري، ولكن صحية أنا ما كنشوفهاش، لأن المستشفيات ما فيهاش الدواء ديال السكر، المستشفيات أمراض السرطان راهم يستناو شهرين ثلاث شهور باش يجي الدواء ديال الشيميو ديالهم. المستشفى ديال زايو خاوي، ربما طالماطريال راه يتسرق منه. راه لا يعقل تبقى تقول لي حالة الطوارئ الصحية. كلمة الصحة ما تجبدوهاش على لسانكم، ما تكذبوش على هاد الشعب. لذلك الحباب الكرام، حنا الهدف منا ماشي نحتجو، الهدف منا الحباب هو نوصلوا لرسالة. سعيد كمل الفكرة سي سعيد. وصلوا لي رسالة. كمل الفكرة سي سعيد، كمل الفكرة، كمل الفكرة. وصلوا رسالة للحباب. يبدو أن القوات العمومية يعني حلت بالمكان لربما تكون الإيقاف ديال الشخص، وربما فقط تفريق هذا الوقفة. تدخل القوات العمومية لفك أو منع هذا الوقفة وهذا التجمهر. نروح دائما معكم لنقل الخبر كما هو وبكل جرأة وشفافية، نحن من أجلكم نبحث عن الجديد وعن المصداقية. ما ننقله على المباشر